أظن أن الانتحار ماشي مسألة طبيعية، لهذا ماشي أي واحد كياخذ قرار ديال الانتحار من اليوم لغدا، يعني كاين دي بريديسبوزيسيون بالعربية ما عرف كيفاش نقول. حقيقة في نظري ماشي فكرة، لأن الانتحار ماشي هو الحل، كاينين حلول أخرى، وباش زعما الإنسان يفكر في الانتحار هادشي كنجيو نشوفو كنلقاو واحد الأسباب اللي هما تافهين بزاف، اللي كنلقاو شي حوايج يعني هما أصلا اللي جينا نشوفو ما نلقاهم يعني تافهين بزاف، مثلا بحال هاد المرة ديال البارح اللي سمعنا سميتها أمي عائشة انتحر، واللي جينا نشوفو شنو غنلقاو الأراضي ديالها داهم لها. لما كيكون شي واحد عنده ضعف في الشخصية ولا عنده مشاكل سيكولوجية، هذاك الشيء كيقدم على الانتحار، لأن يعني قرار صعيب وقرار مهم. المهم الانتحار حرام عند العرب كلهم، المهم الانسان يعتبر بان الله سبحانه وتعالى كاين، والانسان يصبر لحكم الله. الانتحار اول حاجه حرموا الله، وثاني حاجه مادام هذيك السيده التجأت انتحر ان ما لقاتش اللي يعاونها، حيت هذاك رزقها ارض ديالها، وهذوك الناس اللي خداو لها راه نفوذ، راه عندهم سلطه ولا شوفي شنو عندهم. يعني حنا كنتمنوا من الله ما تبقاش هاد الظاهره في هاد البلد الاسلامي، ونتمنوا من الجهات المسؤوله انهم يسمعوا لهاد الناس الضعفاء او الفقراء، حيت سبب الاسباب من الاسباب الكبيره للانتحار وهو الفقر. انتحار بصفه عامه حرام، حرم الله سبحانه وتعالى، واللي كيبغي ينتحر كيكون واحد الضغوطات، ولكن دوك الضغوطات كيكون قله الايمان، وكيقول لك اللي كينتحر ما كيشوفش الله سبحانه وتعالى، دونك فاش كيموت ماشي كيتهنى من واحد المشكل، كيمشي المشكل اكبر واكبر واكبر اللي ما عندوش الحل، اللي هو جهنم. وفي السنه كيقول لك اللي كيموت منتحر ما كيمشيش موراه، يعني ما كيمشيوش مع الناس، وكيف ما انتحر كما كيبقى ما كيتبعش بحال هكا، يعني كيموت مبعوت، يعني كيف ما بحال دابا كسيده ولا انتحر بحال طاح من شي بلاصه كيبقى يموت بحال هكاك في يوم القيامه. كنظن انه الانسان اللي هو عادي وسليم العقل كما كانت الحاله ما انتحرش، هذا هو الراي ديالي. ماشي حل بالاخص لا عرفت العمر ديالها شحال في عمرها، زعما بالنسبه ل انت قلتي امي عائشه، وبالنسبه للسن ديالها كنظن انا اخر حاجه تفكر فيها هي انتحار. الا كان سمعني طلب من ربي سبحانه وتعالى الله يعني ينبهها وتقرا شويه القران وتعرف بان الانتحار حرام على وتشوف من عند الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني يرزق كل شيء، وما يضيعش ما تضيعش راه يعني ما تضيعش، ولا بد ان شاء الله غادي يخلف لها الله كل شيء. شنو غنقول لها؟ غنقول لها وحي امرك لله سبحانه وتعالى، وما كاينش اللي ما عندوش المشاكل، والواحد غير يعرف كيفاش يجيري ذوك المشاكل، واللي عنده شي مشكل الا كانت مع شي ناس كبار ولا شي مسؤول توحي امر الله سبحانه وتعالى، حيت حنا ماشي في دوره الحق، ماشي في دوره الحق والقانون، ولا جات دير بحال هكاك عمرها ما غاتاخذ حقها، وتوحي امر الله سبحانه وتعالى وربي ما غاديش يخيب. يعني ما كناش عاد اللجنات اللي غادي اللي اصلا هما كيخليو بنادم ما يفكرش في الانتحار، اللي يخليو ان بنادم ما يديرش شي حوايج اللي غادي يخرج على السيطره ديالو، داك الشيء هما مشاو لها اراضي ديالها، وشنو هو الحل؟ راه انا راكم بلازم شي اراضي ديالو داكشي راه مشي نتاح، اللي ما بقاش واحد اللجنه اللي غادي تحاسب هذوك الناس، يعني غنمشي ندوي مع مع الدوله اللي غادي تحاسب لي هذوك الناس، اللي مشيت ندويت مع ديك الدوله كتبقى تقول لي غدا 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 غدا، غدا مشي نتاحرت انا وصافي زين، اش غندير؟